الشرق الأوسط بينهج من ساعة ما بدأت الحرب العالمية على غزة، دول وشعوب في حالة هرولة، سواء اللي في قلب الأحداث والمتورطين فيها كأطراف دعم ومساندة أو اللي على أطرافها أو حتى اللي بيتابعوا المشهد. الحرب العالمية على غزة ما بقتش حرب على مساحة 360 كيلومتر مربع اللي هي مساحة القطاع المنكوب اللي بيدفع ثمن غالي نتيجة مقاومته والاحتلال فلسطين وحصار أهله ومخططات تهجيرهم من أراضيهم ومسحهم بقضيتهم من على وش الأرض. لا، ده دايرة الصراع بتكبر ومساحة الاشتباك الفعلي بتزيد وقواعد الاشتباك بتتغير من غزة للضفة الغربية لجنوب لبنان لحد حدود اليمن وقلب العاصمة الإيرانية طهران. حرب على كل المستويات محتاجة تشخيص سياسي وعسكري وأمني على أعلى مستوى من الدقة. في غزة عمليات الاحتلال ومجازره مستمرة وبقت روتين يومي انشغلنا عنه باللي بيحصل حوالينا. عدد الشهداء وصل ل 42 ألف شهيد وأكثر من 102 ألف جريح، وفي نفس الوقت عمليات المقاومة مستمرة وآخرها رفع راية كتائب القسام فوق جرافة صهيونية بعد تفجيرها، وكمين الموت بتصطاد جنود الاحتلال اللي بيعترف يوميا بموت أفراد منه. في الضفة الغربية لسه الاقتحامات والاعتقالات وإرهاب السلطات الأمنية والمستوطنين مستمرة، وتوسيع الاستيطان شغال على ودنه طبعا. وطبعا حديث الصفقة اتقطع وما بقاش مسموع غير صوت الصواريخ والتفجيرات والرصاص. أما في لبنان وما أدراك ما يدور في لبنان، بقالنا يومين عايشين في حرب تكنولوجية بيشنها الكيان الصهيوني على اللبنانيين، وبقى عندنا معارك البيجر والوكي توكي اللي بتقطع التواصل بين قيادات حزب الله وكوادره ومسببة حالة من الرعب بين اللبنانيين. الحقيقة زرعت الشك في كل مكان. طيب احنا لسه منتظرين رد ايران على اغتيال اسماعيل هنية على ارضها وفي حضن الحرس الثوري، بقالنا 50 يوم في وضع الانتظار، وبينما نحن منتظرون شكل الحرب بيتغير عن المشهد في المنطقة. وصلنا لفين؟ رايحين على ايه؟ هيدور حواري في هذه الجلسة المهمة مع ضيوف أعزاء في استوديو مصر جديدة، سيد محمد سعيد الرز الكاتب والمحلل السياسي، أهلا بحضرتك معانا في مصر جديدة منورنا. سيد فادي عكوم أهلا بحضرتك منورنا، وأيضا المحلل السياسي محسن أبو رمضان أهلا بحضرتك معانا منورنا، والثلاثة من المحللين السياسيين والكتاب الصحفيين المهمين في جلسة مهمة بعد يعني أحداث شديدة الأهمية وتغير في قواعد الاشتباك. يعني بداية لليوم الثاني على التوالي بنجد في المشهد اللبناني مشاهد جديدة علينا، حرب من نوع آخر. كيف يمكن أن يكون الرد؟ نحن يعني بقالنا فترة منتظرين الرد الإيراني على عملية اغتيال إسماعيل هنية، وكما قلت الآن ونحن في انتظار الرد تغيرت الأوضاع وجرت في النهر مياه كثيرة في يومين بس. كيف ترى هذا المشهد؟ كيف ترى ما يحدث في لبنان؟ كيف سيكون رد حزب الله؟ تحياتي لحضرتك وللجمهور. إذا استعرضنا ما يجري في لبنان خلال اليومين الماضيين وما سبقهما من مواقف إسرائيلية، وجدنا أن ما جرى الآن يشكل جريمة حرب وعملية إرهابية بكل المواصفات حينما يستهدف هذا العدد الكبير من اللبنانيين. ولكن لنحلل يعني منطقيا ما الذي يجري، ماذا يريد نتنياهو من لبنان من هذه الضربة أمس واليوم؟ تبين أن يريد أولا شن المزيد من مستويات الحرب النفسية على اللبنانيين، ليقول لهم يدنا طويلة وتطال من أيا كان في أي زمان وفي كل المجالات. رقم اثنين، نتنياهو يريد أن يقطع التواصل
بين مركزيات حزب الله كمقاومة، ما بين القيادة وما بين الجهاز الأمني الذي كان معه البيجر وبين المؤسسات الأخرى. أيضا نتنياهو يعني يريد أن يمهد الطريق لمسألة مهمة جدا ونحن مقبلون عليها، الحرب على لبنان وتوسيع الحرب على لبنان. ما يجري لغاية الآن وما قد يجري غدا أو بعد غد من ضربات مماثلة في لبنان. هل تتوقع أنه يحصل حاجة جديدة بكرة؟ لا طبعا، لأنه إسرائيل حشدت على في شمال فلسطين المحتلة واستقدمت مزيد من الدبابات، وبالأمس تم نقل اللواء 98 من غزة إلى مقابل جنوب لبنان، وهذا اللواء سابقا شارك في غزو لبنان عام 1982. نعم. وبالتالي هناك مخطط موضوع تم الإعلان عنه، والأمريكيون معهم عندهم علم فيه، لأن جاك سيريفان مسؤول الأمن القومي الأمريكي كان منذ أسبوعين في إسرائيل ودرسوا هذا المخطط. هذا المخطط يقول أن يتم محاولة اختراق من جبل أو من هضبة الجولان باتجاه وسط البقاع الغربي في لبنان للإشراف على منطقة المصنع لمنع الإمداد لحزب الله، يواكب ذلك عملية إنزال على شمال نهر الليطاني، وبالتالي العمل على استحداث شريط أمني بعمق 10 أو 12 كيلومتر في لبنان يضمن عودة المستوطنين إلى منازلهم، 100 ألف مستوطن تقريبا في إسرائيل. هذا ما يفكر فيه وما يعمل له ويخطط له الإسرائيليون. ولكن طبعا هذه المسألة دونها عقبات كثيرة، من أهمها أن يعني ما جرى أمس واليوم يعني أعطى دفع لمقاتلي حزب الله من أجل السعر لما جرى. ثانيا أن المقاتلين مقاتلي حزب الله لم يتأثروا بموضوع البيجر أو اللاسلكي لأنهم لهم اتصالات ثانية خاصة بهم. المسألة الثالثة هي أن هناك يعني السلاح عند حزب الله لا يزال موجود، وبالتالي الخطر صحيح موجود، وإذا كان هناك سيلحق تدمير بلبنان فإن تدميرا مماثلا سيلحق بإسرائيل. هناك أيضا موقف عربي الآن بدأ يتشكل بقيادة مصر، وهذا الموقف يرفض توسيع الحرب، توسيع إسرائيل للحرب، وهو ما أعلنه اليوم الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال استقباله وزير خارجية أمريكا أنتوني بلينكين. الرفض المطلق لتوسيع الحرب واعتباره أنه يعني من شأنه أن يعني يقلب كل الموازين وكل المعادلات الموجودة في المنطقة. كل هذه المسائل إضافة إلى قوة حزب الله الموجودة وترسانته المسلحة الأساسية وبالتعاون مع محور المقاومة سواء من اليمن أو من العراق، أعتقد أن المسألة لن تكون سهلة ولن تكون نزهة على نتنياهو ولا على الجيش الإسرائيلي على الإطلاق. بالعكس سيكون هناك يعني كارثة بكارثة. نعم سيد فادي، عملية اتصالات حزب الله لو كان لي أن أسميها هي رسالة إسرائيلية تقول ماذا؟ هل هي يعني لإحراج حزب الله؟ هل هي يعني لماذا الآن هذه العملية؟ يعني كما سمعنا أنه الشحنة بتاعت البيجرز وأجهزة الاتصالات كلها جاية من 5 شهور، تمت من 5 شهور، لماذا الآن في هذا التوقيت؟ لماذا في هذا التوقيت أيضا يعني طيران إسرائيلي مكثف فوق لبنان؟ لماذا في هذا التوقيت إشعال الجانب اللبناني؟ ولو شفنا تسلسل الأحداث منذ تدخل حزب الله حسب مقال لمساندة غزة، نرى بأن إسرائيل اتبعت نهجا جديدا في حربها ضد الحزب. يعني الاستهدافات التي حصلت لقيادات الحزب ولبعض المجموعات وقادة المجموعات، أشخاص بعينهم بدقة بالدراجات النارية التي يستقلونها، بالسيارات، بأماكن التمركز، بأماكن الاختباء، وصولا إلى اغتيال فؤاد شكر وتحديد موقعه بدقة، وصولا إلى مسألة البيجر التي تحمل رسائل كثيرة. الرسائل دي منها أولا أنه يوجد اختراق أمني داخل حزب الله، وهذا بحد ذاته يشكل إهانة كبيرة للحزب، لأنه طالما تغنى بأنه أوصد أبوابه ولا يمكن اختراق قواعده الأمنية والعسكرية. الرسالة الثانية موجهة للبنانيين كلها جميعا بأن هذه الحرب التي تنتظركم
في أي مكان وأي زمان لو ساندتم حزب الله ودخل الحرب، خاصة اليوم. يعني اليوم الأول كان موجه ضد عناصر حزب الله، اليوم الثاني أي اليوم أكثر من 60 منزل تم إحراقهم بواسطة التفجيرات، وليس فقط أجهزة اللاسلكي، يوجد أجهزة البصمات والطاقة الشمسية، والطاقة الشمسية، يعني أي جسم إلكتروني، أي جسم إلكتروني موصول بالليثيوم يتم تفجيره مباشرة. يعني هذا اختراق لكامل الدولة اللبنانية، وتم تتويج هذا الاختراق، تم الإعلان عن اختراق إسرائيلي كاميرات المراقبة في كامل الدولة اللبنانية، وبالتالي تم الإعلان عن اختراق إسرائيلي لكامل كاميرات المراقبة في الدولة اللبنانية كلها. وهذا بحد ذاته يعني يضع اللبنانيين كلهم تحت المجهر. وبالتالي فإن حزب الله الآن الذي تعرض لنكبة كبيرة خاصة في عقر داره في الضاحية الجنوبية، من الصعب جدا أن يحاول إقناع الداخل اللبناني الذي يشهد انشقاقا من الأساس بسبب قرار الحرب والسلم وبسبب قرار سلاح حزب الله نفسه، وبالتالي سيكون صعبا على حزب الله إكمال ما بدأ به، خاصة وأنه لم يقدم أي نتيجة منذ 7 من أكتوبر أو 8 من أكتوبر حين تدخل بالحرب. لم يستطع من خلال تدخله إيقاف الحرب على غزة، بل على العكس استمرت آلة القتل في غزة، احترقت مناطق عديدة من لبنان، تم تهجير أكثر من 100,000 لبناني، وبالتالي فإنه الآن في موقف يحسد عليه، وهذا ما قد يدفع أمينه العام غدا حسن نصر الله للإعلان عن ضربة قوية، أو على الأقل كلام قوي جدا موجه للداخل اللبناني والداخل الإسرائيلي على حد سواء. نعم. سيد محسن، شايف إزاي تصعيد الإسرائيلي في هذا التوقيت في الجبهة اللبنانية بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، زيارته العشرة للشرق الأوسط، وهل هذا التصعيد في الجانب اللبناني أخذ الأضواء مما يحدث في غزة والضفة الغربية؟ أولا يعني يجب التأكيد بأن الإدارة الأمريكية هي شريك لدولة الاحتلال في الإبادة الجماعية التي تشن بعد 7 من أكتوبر على قطاع غزة، ومعظم أو جميع زيارات بلينكين كانت تجدد الشرعية لنتنياهو وتعطيه المبرر لاستكمال العدوان على قطاع غزة وعلى الضفة الغربية بحجة تمترس حماس وراء مطالبها، رغم أن حماس أبدت مرونة كبيرة جدا بما يتعلق بتجاوبها مع مقترح 27-35، وهو مقترح بايدن الذي ادعى أنه مقترح إسرائيلي، ولكن نتنياهو يضع العقبات وآخرها الإصرار على فيلادلفيا ونتسريم وإعادة تموضع الحالة العسكرية الإسرائيلية من جديد على قطاع غزة. واليوم هناك أيضا توجهات من الكنيسة الإسرائيلي 24 عضو أو 27 عضو يطالبوا أيضا باقتطاع منطقة الشمال كمنطقة أمنية وإعادة الاستيطان لها. هذه جزئية. الجزئية الثانية بأن هذا الذي يحدث هو جزء من مخطط نتنياهو سموتريتش بن كفير، تبريد جبهة الصراع في قطاع غزة بعد أن اعتقدوا بأن الأمور أصبحت يعني قيد السيطرة نسبيا، رغم أن عمليات المقاومة مستمرة كما ذكرت أنت في بداية المقدمة، وأبرزها رفع العلم على جرافة إسرائيلية. نعم، هذا المشهد يا ريت حضراتكم توريه لنا، المشهد مهم جدا، مش ما كنتش عايزة أبدا أنساه وسط الأحداث. يعني أحد مقاتلي القسام وهو يرفع راية القسام فوق جرافة إسرائيلية بعد استهدافها وبعد كمين لجنود جيش الاحتلال. ماذا يعني هذا المشهد؟ يعني أن الجيش الإسرائيلي وقع في وحل قطاع غزة، ويعني أن نستحضر تجارب المقاومة الفلسطينية من 67 ل 73، لم تكن المقاومة بهذه الكفاءة وهذه القدرات وهذه الإمكانيات. وعندما بسط جيش الاحتلال سيطرته على قطاع غزة استمر لمدة 6 سنوات وهناك كانت مقاومة، بمعنى أن وجود الجيش العسكري الإسرائيلي وإعادة وجود الاحتلال الكولونيالي والعسكري من جديد على قطاع غزة سيكون مكلفا لجيش الاحتلال، وستستمر العمليات وستستمر المقاومة. نعم. علما بأنه حسب التقارير يعني العديدة الآلاف انضموا للمقاومة، لأنه لا يوجد خيار أمام الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، إما الاستشهاد أو المقاومة. صحيح. وبالتالي هذه الخيارات. نعود للإجابة على السؤال الأول بما يتعلق لماذا التصعيد على لبنان.
أعتقد أن المسار الذي يسير به نتنياهو وسموتريتش وبن غفير باتجاه تبريد الصراع جزئيا في قطاع غزة والتركيز على جبهة الضفة الغربية ضمن خطة الحسم التي ترمي بالدرجة الأساسية لحسم الصراع وليس إدارته عن طريق زد التجمعات الفلسطينية في كنتونات ومعازل واقتطاع أوسع مساحة ممكنة من الأرض وتحديد منطقة جيم التي تبلغ مساحتها 60% من مساحة الضفة والتصعيد في جبهة الشمال في لبنان لعدة أسباب. أولا إسرائيل ككيان مبني على فكرة الردع، هذه الفكرة تهتكت في 7 أكتوبر واستمر حزب الله في جبهة الإسناد لفترة زمنية ليست قصيرة طويلة، استنزفت فيها جيش الاحتلال وأصبحت هناك مطالب في الكنيست وبالشارع الإسرائيلي باتجاه عودة سكان الشمال المستوطنين من سكان الشمال، وبالتالي هذا شكل من أشكال الرد على 7 أكتوبر، إعادة هيبة الردع من جديد على اعتبار أن يعني الأسطورة التي أو الرواية التي يحاول إبرازها وتعميمها نتنياهو ودولة الاحتلال تاريخيا منذ تأسيس 48 حتى الآن أن هذا المكان هو الوحيد الآمن لليهود. الآن اليهود يهاجرون على أوروبا وأمريكا وجميعهم أو 99% منهم لديهم جنسيات مزدوجة، وبالتالي هذا رد آخر شكل آخر بما يتعلق في الردع بأنه يريد نتنياهو أقلمة الصراع وتصعيد الصراع خدمة لمصالحه الشخصية، طالما هناك صراع لا توجد هناك محاكمة له على خلفية ملفات الفساد الثلاثة وإخفاق 7 أكتوبر، وأيضا يريد توريط الإدارة الأمريكية في الصراع الإقليمي. دعونا نتذكر في بداية العدوان على قطاع غزة بعد 7 أكتوبر الذي استخدم كذريعة لشطب الشعب الفلسطيني ومحو مربعات سكنية كاملة ومستشفيات ومدارس وجامعات في إطار الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، أن نتنياهو صرح تصريح ربما ليس الكل منتبه له، أنه يريد من خلال هذه الحرب إعادة ترتيب الشرق الأوسط وتغيير خارطة، وبالتالي هو يسير في هذا الهدف ويعتقد بأن اللحظة التاريخية مهيئة لشطب القضية الوطنية للشعب الفلسطيني والسيطرة أو تحجيم نفوذ الامتدادات الإيرانية وأبرزها حزب الله في لبنان. ما حدث تحول نوعي ليس بسيط، هو شكل من أشكال الحرب المرتبطة بمنظومة الذكاء الصناعي، وهذا لا يتم بدون المساندة الأمريكية التكنولوجية المتقدمة بصورة كبيرة جدا، ولا يتم بدون الترتيب والتنسيق الكامل معها، لأنه شكل من أشكال الأسلحة الدمار الشامل وربما المقننة، ولكن شكل من أشكال أسلحة الدمار الشامل التي ترتبط في جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسان. ربما أيضا ليست أمريكا فقط. سيد طبعاً. محمد، صحيفة المونيتور نقلت عن مصادر استخباراتية أن الموساد فخخ أجهزة البيجر قبل أن تتسلم أو يتسلم حزب الله هذه الأجهزة. في نفس الوقت مؤسس الشركة التايوانية اللي بتصنع الأجهزة قال أن الأجهزة اللي استلمها حزب الله تم تصنيعها عبر شركة في أوروبا ليها الحق في استخدام العلامة التجارية. يعني واضح أن هذه العملية مخطط ليها منذ فترة طويلة. هل شايف أنه قد يكون هناك تعاون بين الاستخبارات الإسرائيلية مع استخبارات أوروبية بخلاف الاستخبارات الأمريكية؟ هي عملية تفخيخ أجهزة الفجر عملية استخبارية من بدايتها إلى نهايتها، وبالتالي صرح عندما يقول رئيس الشركة التايوانية أن هناك شركة في أوروبا في بودابست في المجر هي التي صنعت هذه واستفادت من العلامة التجارية، وطلع في الآخر ما فيش شركة. يعني طلعت حكومة بودابست أعلنت منذ قليل أنه لا توجد شركة بهذا الاسم ABC، لا توجد شركة في المجر. الهدف من ذلك هو تضييع المصدر أو محاولة إخفاء وطمس المصدر في هذه المسألة. السبب في ذلك أن عملية الشراء لأجهزة الباجر لا تتم بشكل مباشر من شركة إلى شركة، هناك عقوبات على حزب الله وعلى الشركات التي تتعاون معه. ده المفروض المكان اللي بيتقال أنه مكان الشركة، وما لقيناش حاجة غير أنه ورقة موجودة على الإزاز بتقول أن دي شركة. فعملية تمويه وعملية طمس المصدر الذي، وهي مسألة استخبارية يعني كما قلت، تم توزيع هذه الأجهزة الفجر واشتري معها بنفس الوقت أجهزة اللاسلكي التي تفجرت اليوم بالضبط.
فتم توزيعها ليس على المقاتلين في حزب الله، تم توزيعها على اللجان او الجهاز الامني، اعضاء الجهاز الامني، اطباء الحزب اذا كانوا بمستشفى، في السوبر ماركت اذا كانوا يعملون، يعني كل الحاضنه الشعبيه لحزب الله كان عندهم هذه الاجهزه. وتم تفخيخها طبعا قبل ان يستلمها، وحصل ما حصل. يعني توقيت هذه المسألة كما قلت هي تمهيد حرب وليست عملية يعني اعتداء ضمن قواعد الاشتباك. هو كده خروج كامل عن قواعد الاشتباك، خروج كامل عن قواعد الاشتباك والبدء بعملية حرب. نتنياهو في مخططه الاستراتيجي كان يركز أولا على السيطرة الأمنية والعسكرية على غزة، ولذلك هو نسف كل التسويات والمشاريع وقف اطلاق النار والى اخره، على ان يلتفت بعدها الى الضفه الغربيه لانه يريد ان يسيطر على كل فلسطين. لماذا يريد ان يسيطر على كل فلسطين؟ لان ذلك يعني يترجم البند الرابع من مشروع المنظمه الصهيونيه العالميه في السيطره على كل فلسطين. طيب المساله هنا ان اعتقد مع التنسيق مع الامريكيين تم نصح نتنياهو بأن يعني تكون موضوع الضفة مؤجل إلى حين مجيء ترامب الذي يراهن عليه إلى رئاسة الولايات المتحدة الأمريكية. ومعروف ترامب عندما قال أن المنطقة أو المساحة الجغرافية التي توجد فيها إسرائيل صغيرة عليها وينبغي أن تتوسع. نعم. فلذلك التفت إلى موضوع لبنان، أجل موضوع الضفة إلى ما بعد انتخابات الأمريكية، وجاء إلى موضوع لبنان مستفيدا من انشغال الأمريكيين الآن في موضوع الانتخابات ومن أجل تنفيذ هذه المسألة. أعتقد أنا أن نتنياهو سوف يفشل في عملية أو محاولة الغزو البري للبنان ولو لمتر، مش بس لعشرة كيلومتر، لن يستطيع ذلك على الإطلاق. ويعني سوف تكون محطة أساسية في التأثير سلبا على نتنياهو. سيد فادي، يعني حزب الله بيعتمد في شراء أجهزته على دول مثلا زي إيران، أو بيبقى عنده وسطاء في السوق السوداء، يعني في واضح في كيان أو في وسيط تم رصده من قبل إسرائيل، والكلام أو التقارير الإعلامية كانت بتقول إنه الخطة الأصلية لإسرائيل كانت تفجير الأجهزة لو اندلعت حرب شاملة، لكن إسرائيل نفذت التفجير بعد وصول معلومات إن في اتنين من حزب الله اكتشفوا اختراق أجهزة البيجر. هل سرعة الوصول للمعلومة لإسرائيل بتكشف اختراق في داخل الصفوف الأولى لحزب الله؟ أولا بالنسبة لعملية الشراء، حزب الله منذ ظهوره بلبنان عام 1984 قام بإنشاء المئات من الشركات التي وزعها داخل لبنان وخارج لبنان. بعضها كان نشطا وبعضها كان نائما، ويستعملها لشراء الأسلحة، لشراء أي مواد قد يحتاجها لاستمرارية سيطرته على الأرض. وهذا ما تم خلال عملية الشراء هذه. والأمر الغريب جدا بأن هذه الشركات بعضها انكشف، بعضها تعرض لعقوبات أمريكية وتم الكشف عنه، لكن يوجد العشرات بل المئات من الشركات التي لم يتم الكشف عنها. وهذا وما جرى دليل بأن الموساد الإسرائيلي وربما CIA لديهم لوائح كاملة من الشركات التي لم يتم الكشف عنها، وإحداها هي التي أتت بأجهزة البيجر واللاسلكي إلى لبنان. أما بالنسبة يعني للشق الثاني، بالنسبة للاختراق، يوجد اختراق كبير داخل حزب الله. هذه المعلومة حتى ولو كانت تتم من خلال الشركات الرديفة أو من خلال الشركات الصغيرة لديها أوامر أو لديها أمر شراء إن صح القول آت من لبنان، وبالتالي إن لم يكن صادر عن حزب الله نفسه بل من شخص قريب من حزب الله، يوجد تسريب كبير للمعلومات من الداخل، من داخل بيئة حزب الله، وهذا أمر لا يبشر خلال أي معركة قادمة قد يقع بشركها حزب الله خلال الفترة المقبلة.
وبالتالي هذا الأمر يعني حتى يعني الآن التهديدات الإسرائيلية تواجه من تواجه من قبل حزب الله وباقي حلفائه في لبنان وحلفائه خارج لبنان بأنه إن قرر المغامرة بالدخول بريا ستكون العواقب وخيمة على جيش الدفاع الإسرائيلي. لكن السؤال هنا، لو فعلا يوجد اختراقات كبيرة من جانب الإسرائيلي، فهل سيؤثر هذا على عملية صد العدوان البري الذي قد يغامر به نتنياهو، أو نتنياهو سيكون حكيما هذه المرة ولن يكرر سيناريو عام 1982 حينما غامر ودخل إلى لبنان أيام منظمة التحرير الفلسطينية بنفس التصريحات بنفس التوجهات، إبعاد عن نهر الليطاني، إبعاد 40 كيلومتر، إبعاد 45 كيلومتر، لأنه يفكر بنفس الطريقة قد يقع بنفس الفخ. لا. لكن ما جرى أيضا عام 2006 حينما حاولت بعض الدبابات أيضا الدخول إلى لبنان، ولم يكن هنا في تلك الفترة أي نوع من الاختراقات، حصلت مجزرة للدبابات الإسرائيلية. هنا السؤال فقط، هل سيغامر نتنياهو بالدخول أو سيتكل على بعض الخروقات التي قد تتيح له هذا التوقف؟ ده السؤال إجابته ممكن تكون عند مين، مش عارفة الإجابة تبقى فين، مش عارفة. طيب سيد محسن، الكنيسة خلاص أجازاته قربت تخلص وهيرجع الكنيسة، هل هيدعم موقف نتنياهو؟ هل هيدعم موقف الناس في الشارع؟ هيعمل إيه الكنيسة في ظل أيضا مشهد في كلام عن وزير دفاع جديد جدعون ساعر؟ طبعا جدعون ساعر ده مع إعادة احتلال غزة أو تقليص مساحتها، وجهة نظره اللي ضربنا واللي اعتدي علينا ناخد حتة من أرضه على طول، يعني ما يعني هو عنده وجهة نظر يعني مختلفة شوية، أو ربما هي متشددة أكتر كمان من مجرم الحرب جالنت، فمش عارفة ده هنقول عليه بقى، يعني هم كلهم مجرمين حرب بس بدرجات، يعني ده يظهر واخد 10 على 10 في الاجرام في الحرب يعني. فهذا المشهد هيبقى عامل ازاي بعد رجوع الكنيسة ولو تولى جدعون ساعر منصب وزيرا للدفاع؟ يعني اولا نتنياهو يحاول ان يسيطر على المعارضة، يعني اي شكل من اشكال المعارضة حتى لو كانت من الصقور، يعني جالنت من الصقور والان هو من اكثر المتحمسين لغزو لبنان بالمناسبة. نعم. ولكن هو لديه رؤية تلتقي نسبيا مع التوجه الأمريكي بما يتعلق في ترتيب المنطقة وترتيب أوضاع غزة، يعني فكرة اليوم التالي التي يرفضها نتنياهو، لأن نتنياهو وسموتريتش وبن كفير يريدوا إعادة الاستيطان وإعادة الاحتلال العسكري وتشكيل إدارة مدنية واستكمال العدوان على الضفة الغربية ضمن خطة الحسم التي اقترحها سموتريتش بال 2017 وتبنتها الحكومة الإسرائيلية عند تشكيلها الجديدة طبعا المستمر. بما يتعلق في ساعر، ساعر هو كان جزء من حزب الليكود وحاول أن يتمرد على نتنياهو ولم ينجح في إطار حزب الليكود، وشكل حزب جديد مستقبل وأمل وغيره من الأمور وفشل، وحاول أن يلعب دور المعارضة أيضا بتكتيكات تحالفية مع ليبرمان وأيزنكوت وغانس وفشل أيضا، وبالتالي هو يبرز حالة من التطرف بوصفه صقرا سابقا من صقور الليكود، ويريد أن يظهر لنتنياهو أنه يعني الأكثر مطياعية والأكثر تجاوبا معه بالمقارنة مع جالنت الذي أصبح له طموحا سياسيا، خاصة أنه استقبل في الولايات المتحدة عدة مرات وقدم مقترحات بما يتعلق في الفقاعات السكانية في قطاع غزة 24 وترتيبات اليوم التالي بالتوافق مع الإدارة الأمريكية، وبالتالي أصبح يشكل خطرا سياسيا وليس فقط. أضف إلى ذلك أنه يشكل جالنت خلاصة المؤسسة العسكرية والأبنية في دولة الاحتلال التي لا يريدها نتنياهو، يريد أن يحجمها في إطار التوازنات ما بين اليمين الفاشي الذي يتحالف الصهيونية الدينية سموتريتش وبن كفير مع اليمين القومي الذي يمثله نتنياهو باتجاه إعادة هيكلة المؤسسة الأمنية والعسكرية على شاكلتهم، لأن هذه المؤسسة بنيت منذ عام 48 ولديها قواعد مختلفة. ولكن أريد أن أشير هنا بأن المقارنة مع 82 ومع 2006 و2000
وعام 99 يعني مقاربة غير دقيقة برأيك، لأن الأمور تغيرت نسبيا. نعم، وفعلا بنشوف محللين في الإعلام الإسرائيلي. أنا أعتقد يعني أكمل الفكرة، أعتقد بأن نتنياهو سيغامر وسيستمر في عدوانه على لبنان، وسيجر الولايات المتحدة مستغلة إجازة الكنيست وصولا لترامب الذي يعتقد نتنياهو أنه سينتصر في الانتخابات وسيفوز. يعني سيد محسن وجد الإجابة، نتنياهو سيغامر. أنا اجتهادي لأنه أنا يسير. أنا حتى الحلقة الماضية من كنت مع حضرتك أنا أقول لك لا حرب برية شاملة. لا حرب برية شاملة. أنا أعتقد بأن نتنياهو سيكون هناك حرب برية شاملة. يسير باتجاه التصعيد. نعم. الآن برية إلكترونية سايبرانية عن طريق التفجيرات، عن طريق الذكاء الصناعي ابتداء، ولكنه الآن يستدعي ردا من حزب الله حتى يعطي لنفسه المبرر بدعم من الإدارة الأمريكية لعدوان على تكتيكيا ليس بالضرورة أن يكون بريا الآن، ولكنه يطمح ضمن التصور الأيديولوجي اليميني الاستعلائي التوسعي والعنصري لإقامة إسرائيل، بداية إسرائيل الكبرى من الليطاني إلى فيلادلفيا. نعم، يدعم كلام حضرتك من الليطاني أعيد إلى فيلادلفيا إلى رفح. يدعم كلام حضرتك بعض المحللين ظهروا في الإعلام الإسرائيلي بيطالبوا بإعلان الحرب الآن على حزب الله بعد نجاح تفجير أجهزة التواصل البيجر وأجهزة اتصال اللاسلكية النهاردة. يعني هل فعلا ممكن إسرائيل تستغل الآن صعوبة التواصل بين كوادر الحزب؟ أصلا أعلن نتنياهو اليوم أن الحرب بدأت لإعادة المستوطنين إلى شمال فلسطين، وأدرجها على قائمة. نعم، قائمة الحكومة. على قائمة. بلنت قال لقد بدأنا الحرب من أجل تعديل الوضع في شمال فلسطين المحتلة. نعم. هناك من يقول أن حزب الله قد يتراجع أو قد يعني يرضى بأن يسحب قوته إلى شمال نهر الليطاني، وبالتالي يقول أنا أطبق 1701 قرار الأممي. ولكن أنا لا أعتقد ذلك. مبرر وجود حزب الله في لبنان، وأنا يمكن بختلف معه سياسيا بس عم بنشخص الوضع الموجود. مبرر وجوده هو خلق توازن ردع مع إسرائيل. الآن هذا التوازن سقط باغتيال فؤاد شكر رئيس الأركان العسكري عنده، وسقط بعمليات الأمس وعمليات اليوم. هذه أعتقد أن يعني لن يعني أصطبق الحدث، ولكن غدا سوف يكون هناك كلمة لحسن نصر الله. أعتقد أنه سيعلن في الخامسة، بس مش عارف بتوقيت لبنان ولا نفس التوقيت. ولكن أعتقد أنه سيعلن سقوط كل الضوابط، يعني هيقول لهم أنه يعني غدا مفتوح الصراع، مفتوح سيعلن سيد حسن نصر الله غالبا في الساعة الخامسة مساء. نعم. سقوط كل الضوابط، يعني لا يوجد قواعد للاشتباك. كان يقول أنا لم أستهدف المدنيين، أنا أستهدف دائما المراكز العسكرية. نعم. أعتقد أنه غدا سيقول الضوابط سقطت، وبالتالي مواجهة أي محاولة للدخول البري ستكون حاضرة وجاهزة. طب الرد الإيراني اللي كنا مستنينه بقالنا 50 يوم مع اللي حصل بقى النهاردة ومارح؟ لا، موضوع الرد الإيراني موضوع آخر. طب تفضل. أنا بعتقد أنه إيران يعني تدرك عنفوانية الانتفاع الصهيونية بالإقليم. نعم. وتدرك جيدا أنها تريد أن تجر إيران نفسها وحلفائها إلى صراع مكشوف ومفتوح، وتدرك بأن الصراع المفتوح والمكشوف ليس من مصلحتها الآن. لذلك أعتقد أنها تناور بالتكتيكات وبضربات تسجيل النقاط وليس بالضربة المفتوحة والشاملة. وأعتقد أن لديها مصالح محددة معنية بالحفاظ عليها في الإقليم، وأيضا تراهن على إمكانية إبرام أو إعادة تجديد الاتفاق النووي الإيراني في حالة فوز هاريس والحزب الديمقراطي. وبالتالي أنا أستبعد أن تنجر إيران، وأستبعد أن ينجر حزب الله إلى صراع مفتوح، رغم أنه من الممكن أن يكون خطاب حسن نصر الله بهذا المضمون، إلا أنه على المستوى العملي
سيكون هناك رد ولكن مضبوط. نعم، سريعا في النهايه سيد فادي، موقع وعلى الاسرائيلي بيقول ان الاجهزه الامنيه كشفت ان حزب الله كان بيخطط لاغتيال وزير الدفاع السابق موشيه يعلون. هل حزب الله هيحاول يعمل شويه عمليات اغتيالات لمسؤولين سابقين في اسرائيل ربما لحفظ ماء الوجه؟ وايضا انه يعني في تقارير اعلاميه اسرائيليه اكدت ان النهارده في تعرض لمواقع وبنى تحتيه ودوائر وشركات اسرائيليه لهجمات سيبرانيه. هل بدأ الرد فعلا يعني؟ هو يعني الكلام عن استهداف شخصيات إسرائيلية محددة أن حزب الله قد يكون يستطيع، لماذا لم يفعلها من قبل؟ نعم. لو كان يستطيع ولم يفعلها ستكون مصيبة كبيرة. ولا أعتقد بأن حزب الله قادر على استهداف شخصيات مؤثرة إسرائيلية من الصف الأول أو حتى الصف الثاني أو الثالث، وإلا لكان قام بهذه العمليات. نعم. أما عن الاستهدافات السبرانية في الفترة الماضية، جميعنا رأينا إيران تعرضت، إسرائيل تعرضت أكثر من مرة، ولكن ليس بالطريقة يعني عن طريقة الهاكرز العادي. نعم. عن طريقة الهاكرز العادي وليس عن طريق تفجير أدوات بعينها. لكن هنا عندي تعقيب صغير سريع. يوجد دلالات كثيرة عن المرحلة المقبلة وما تهدد به إيران. منذ أيام رأينا الصاروخ الحوثي وصل إلى تل أبيب. أمس اعترضت الصواريخ المضادة الإسرائيلية صاروخا آتيا من العراق. حزب الله يمتلك الترسانة الأكبر الموجودة في الشرق الأوسط للصواريخ المتوسطة والبعيدة المدى، علما بأن حزب الله وخبراء حزب الله هم الذين أسسوا مصانع الصواريخ في سوريا وفي العراق وحتى في اليمن. وبالتالي فأن إيصال الصاروخ اليمني وإطلاق الصاروخ العراقي ووجود الترسانة، طيب إذا انسحب حزب الله حتى 45 كيلومتر صواريخ ستظل تطال الشمال الإسرائيلي. يعني معادلة الدخول ومعادلة سحب الجنود إلى خارج الليطاني، وهنا أعود إلى مسألة تفكير نتنياهو كالعام 82 حينما أراد إخراج المقاومة الفلسطينية من لبنان ونجح. لكن هنا الأمر مختلف، حزب الله لديه قاعدة شعبية أسسها منذ 4 عقود ومن الصعب التخلص منه إلا بإفراغ منطقة الجنوب اللبناني من الليطاني، ليس من الليطاني، من نهر الأولي حتى الناقورة. ولكن هناك نقطة، بأن الإدارة الأمريكية كانت تسيطر على حكومة إسرائيل في فترة شارون. اليوم المعادلات اختلفت، ورأينا أن الإدارة الأمريكية راهنة مرتعشة خائفة داعمة لكل إملاءات وقرارات نتنياهو الذي صفع بايدن عدة مرات. وبالتالي ستتكيف الإدارة الأمريكية مع المخطط الصهيوني التوسعي في لبنان. أشكركم شكرا جزيلا. يعني واضح أنه هذه أيام ليست سهلة، هي أيام صعبة على المنطقة كلها. بالتأكيد سيكون لنا لقاءات أخرى وجلسات أخرى لكي نحاول أن نستقرأ المشهد ونحلله من زاوية أخرى. أشكركم شكرا جزيلا سيد محمد سعيد الرز الكاتب والمحلل السياسي، نورتنا في مصر الجديدة. سيد فادي عكوم الكاتب والمحلل السياسي، نورتنا في مصر الجديدة. وسيد محسن أبو رمضان الكاتب والمحلل السياسي، نورتونا. أشكركم شكرا جزيلا، أشوفكم يوم الأحد إن شاء الله في مصر الجديدة.